السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نشوف مع بعض اليوم وصفة الكيك باللوز والجزر. نبدأ على بركة الله. 4 بيضات، 150 جرام سكر، 12 جرام أو ملعقة أكل من الفانيلا، 200 مللتر من الياغورت الطبيعي، 100 مللتر من الزيت، 150 جرام لوز، جوز أو فول سوداني مطحون خشن ومحمر، 80 جرام من الشوكولا، 12 جرام أو كيس وربع خميرة كيميائية، 250 جرام من الفارينة، 1 جزرة مفرومة ناعم، 1/4 فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية مدة 40 دقيقة. أي نوع من المربى للتزيين؟ جوز، لوز أو فول سوداني محمر للتزيين، 1/4 فرن سكر ناعم للتزيين أيضا. إذا أعجبتكم الوصفة اتركوا لي فضلا لا أمرا اقتراحاتكم وتعليقاتكم، وإلى وصفة جديدة إن شاء الله.